لي سياقه امنه كنصحكم بجوج الحوايج. اولا اللي كان هيدير هيسوق اول مره، دونك قبل ما يدير البيرمي ضروري كنديروا الكشف على الرؤيه ولا صحه العين قبل. دونك ملي كنديروا الكشف خص الشوف يكون في واحد نطاق 10 على 10 ولا 8 على 10 ولا 9 على 10، المهم كياخذ البيرمي ديالو. حنا دوزنا واحد مثلا 10 سنوات 5 سنوات ولاحظنا بان الشوف بدا كينقص لنا، ضروري نديروا الكشف عند الطبيب ديال العيون. ما نتسناوش حتى يوصل واحد الوقت باش نعاودوا البيرمي، يعني قبل ما نوصلوا باش نعاودوا البيرمي ضروري نديروا الكشف الى حسينا بان عينينا نقصات. دابا حنا دابا عندنا البيرمي ودوزنا الوقت ولقينا بان راسنا كنعياو في الليل من بعد السياقه، يعني ملي كنديروا مثلا ساعتين ديال السياقه من الاحسن نديروا ان بوز ديال 20 دقيقه كنحبسوا كنرتاحوا وكنعاودوا نديروا السياقه من بعد ديك ساعتين. الى لاحظنا بان العين ديالنا بدات كتسد، العين كتحمر او العين كاين تعب في العينين، تعب في العنق وما قدرش نبقى نكمل السياقه ديالي، من الاحسن ندير مثلا اون بوز وندير قطرات ديال الدموع صناعيه في العين باش كتحيد ديك التعب. الا كان الطبيب ديال العينين ديالي عطاني النظارات ديال البعد واخا يكون فيهم غير 0.5 وفيهم استيغماتيزم ضروري نديرهم. علاش؟ حيت كنستافد من ديك لاكوش ديال اونتي غوفلي اللي فيهم او لاكوش ديال اونتي اولترا فيولي. دونك حاجه اخرى هو من الاحسن نديروا الكشف على امراض ديال صامته. شنو هما الامراض الصامته؟ بحال التونسيون مثلا العين اللي ما كتعلمش كتهبط تشوف، والتونسيون كيكون في العين حتى الانسان ما بقاش يشوف بعينه بجوج. اكتشي اذا كان في العائله ديال المريض او ولد السائق مريض بالجلوكوما او التونسيون. كاين امراض اخرى بحال السكري اللي كتسقيس الشبكه وما كتعلمش، والاحسن نديروا الكشف ديالها. كاين امراض شيخوخه شبكيه، كاين بعض الناس اللي ما كيشوفوش الالوان، هذوك الناس اللي ما كيشوفوش الالوان حتى هما حالات قليله ولكن كاينه اللي ضروري خصنا نشوفوا، يشوف الطبيب ديالو العينين وكيديروا له واحد الكشف على الالوان. واذا كان عنده مشكل في الالوان هنا كتكون الحيطه والحذر. بالنسبه للسياقه امنه، يعني 90% ديال المعلومات اللي كتجي من العين هي مهمه بالنسبه للسياقه، يعني العين صحه العين ضروريه باش نكونوا سياقه سليمه وان شاء الله يكون الخير الجميع. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.